بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عودته إلى دولة الكويت الشقيقة بسلامة الله وحفظه بعد إجراء الفحوصات الطبية في الخارج والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، داعيا سموه المولى العلي القدير أن يحفظ سمو أمير دولة الكويت ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عودة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى دولة الكويت الشقيقة بحفظ الله وسلامته.